طيب نبدأ أخبارنا. الأرسنال خلاص بيتوصل لاتفاق مع جيسوس، طبعا البرازيلي النجم البرازيلي ونجم المان سيتي. الحقيقة من أهم الأخبار النهاردة إن نادي أرسنال الإنجليزي بيتوصل لاتفاق مع، أو اتفاق مبدئي مع طبعا جاره مانشستر سيتي لضم المهاجم البرازيلي الموهوب طبعا جيسوس. وحضراتكم عارفين ما كانش طبعا جيسوس بيشارك فترات كتيرة مع السيتي في الفترة اللي فاتت، وده يمكن خلاه يفكر شويه ويفكر جديا في الرحيل عن بطل الدوري الانجليزي. ويمكن كمان اعلن الارسنال التعاقد مع كمان حارس مرمى امريكي دولي مات يعني من نادي نيو انجلاند في امريكا، هيكون طبعا الحارس الثاني، لكن طبعا انتقال هذا اللاعب عنده 28 سنه، حارس مرمى مميز جدا، متوقف بشكل كبير على اعلان طبعا يعني انه توصل لاتفاق عن طريق الارسنال في اوائل فبراير. ويمكن اعلن ارسنال اتمام التعاقد لكن في بعض المشاكل، لكن المهم في هذا الخبر هو جيسوس لاعب المان سيتي. حضراتكم عارفين الفترات او الموسم اللي فات جيسوس ما كانش بيشارك بصفه اساسيه مع بيب جارديولا، وهو لعيب اكيد لعيب مميز، وكمان الارسنال اللي ظهر بمستوى اكتر من رائع في الجزء الثاني من البريمير ليج بيدعم صفوفه بصفقة، أعتقد صفقة مهمة جدا جدا، جيسوس اللاعب البرازيلي الرائع. طيب تورينتو كمان الإيطالي بيقدم طبعا تورينو طبعا النادي الكندي بيقدم نجم إيطالي إنسيني. طبعا إنسيني كانت مفاجأة كبيرة جدا جدا، انتقال إنسيني من الدوري الإيطالي إلى الدوري الكندي. طبعا إنسيني لاعب مميز جدا، يمكن عنده 30 سنة، انضم للفريق المنافس طبعا ضمن ده في امريكا الشماليه، وهو طبعا حضراتكم عارفين كان انسيني قدم مباريات رائعه خاصه مع منتخب بلاده في اليورو 2020. وطبعا انسيني لعيب 30 سنه، وبعض الخبراء قالوا كان وارد جدا في بعض الانديه على مستوى اوروبا يعني تمتلك عروض لهذا اللاعب، لكن هو انتقل بالفعل لكندا. انسيني لعب 53 مباراه لمنتخب ايطاليا، احرز من خلالها 10 اهداف، وكان طبعا هو قائد فريق نابولي من 2019 لغايه طبعا ما راح وانتقل الى الدوري الكندي. طيب المان سيتي بيحسم صفقه فيليبس، طبعا وافق مع نادي مانشستر سيتي على صفقه محتمله بقيمه 55 مليون دولار امريكي، او تتكلم في 45 مليون جنيه استرليني، مع طبعا نجم ليدز يونايتد والتعاقد مع اللاعب خط الوسط فيليبس طبعا. ويعني هو طبعا لعيب مميز جدا جدا، ومن نجوم طبعا يعني حتى لعب في دوري الامم الاوروبيه مع منتخب انجلترا بشكل اكثر من رائع، يمكن عنده شويه مشكله في بعض الاصابات، لكن هو اكيد لعيب مميز جدا جدا، ويعني بتكلم على لعيب مميز بينتقل في من الدوري الانجليزي. يمكن الدفع 3.5 او 3.6 مليون دولار امريكي اضافيه، يعني بنتكلم في 3 مليون جنيه استرليني، ده مكافئات للاعب. اصبح فيليبس طبعا البالغ من العمر 26 سنه لاعب دولي زي ما اقول لحضراتكم في صفوف المنتخب الانجليزي، شارك في طبعا في 214 مباراه مع فريق ليدز يونايتد منذ ظهوره الاول في 2015، تم الاتفاق على طبعا وجوده في العام القادم مع المان سيتي. طبعا كمان بنتكلم لاعب الوسط، يعني بنتكلم على لاعب داركو طبعا من ضمن الصفقه، داركو جياني من ضمن الصفقه، لاعب طبعا وسط الملعب في اكاديميه مانشستر سيتي للانتقال لليدز في الصفقه، بتخضع الان للشروط الشخصيه اللي بيتم الاتفاق عليها ما بين اللاعب والنادي. ده كان خبر الانتقال. كمان خبر مهم جدا على مستوى روني طبعا يعني لاعب رائع، وكان مدرب طبعا بيستقيل من تدريب ديربي كاونت، واستقال واين روبي من منصبه كمدير فني طبعا، وديربي كاونتي طبعا من انديه الدرجه الثالثه. انهى النجم السابق للمانشستر يونايتد وانجلترا مسيرته الكرويه مع ديربي بعد تدريبه للفريق منذ نوفمبر 2020. دخل ديربي طبعا الى الاداره، ويعني في بدايه الموسم القادم هبط من البطوله من الدرجه الثانيه، وعلى الرغم من جهود روني الا انه طبعا يعني في ابقائهم في الدوري، لكن كان خصم 21 نقطه كان اثر عليهم بشكل كبير جدا. روني قال في بيان عن قراره يعني بابلاغهم بقراره
الاستقالة، إن الوقت كان خلاص أزف لمغادرة النادي، وحاول بقدر الإمكان على مستوى الإدارة الفنية، لكن كان رأيه هو الرحيل وهو الوقت المناسب للرحيل عن الإدارة الفنية لهذا النادي. أضاف كمان أنه شخصيا أنه شعر بأن النادي بحاجة الآن لتجديد الدماء، وشخص يتمتع يمكن بدماء جديدة على إطار الإدارة الفنية، وهو قضى 18 شهر مع النادي في ظروف كانت صعبة جدا جدا. كمان على مستوى البيرنلي في البريمير ليج بيعلن رسميا عن تعاقده مع كومباني. طبعا البيرنلي بيتعاقد مع كومباني طبعا اللاعب السابق للمان سيتي والنجم البلجيكي، تعاقد معاه بشكل رسمي النجم طبعا السيتي السابق. ويعني كومباني كان عنده مسيره رائعه جدا على مستوى الكره الانجليزيه، مش بعيد عن الكره الانجليزيه والكره العالميه، ادى بشكل اكثر من رائع خاصه مع السيتي. كومباني بيبدا كارير جديد، طبعا كارير جديد في التدريب على مستوى الاداره الفنيه، مشوار كبير جدا كلاعب مستوى اكثر من رائع، لكن هل ينجح يعني كومباني مع الاداره الفنيه لبيرنلي؟ تعالوا مع حضراتكم نشوف ايه عن اول تجربه طبعا لهذا النجم البلجيكي، ويعني خوض تجربه جديده نشوف عليه. Great. It's been, believe it or not, hot. So I'm nearly sweating. رائع، لقد كان الجو صدق أو لا تصدق حارا، لكن كان الأمر جيدا، تلقيت استقبالا جيدا، وأنا أحاول فقط الاندماج بسرعة كبيرة. أعتقد أن الأمر يتماشى مع الانخفاض المحتمل في الإيرادات عندما تهبط من الدوري الإنجليزي الممتاز. عليك دائما أن تتوقع أن بعض لاعبيك الأعلى تقييما يحتاجون إلى المضي قدما، ليس لأن الأمر فقط مفيد لهم ولكنه جيد أيضا للنادي، ولكن الفريق به بعض اللاعبين ذوي الخبرة، يوجد العمق والجودة أيضا. بالتأكيد لبطولة الدرجة الأولى هناك بعض اللاعبين الذين حصلوا أيضا على الحق في الانتقال، ومن جانبنا نتمنى لهم التوفيق ونتطلع إلى إشراك بعض اللاعبين المثيرين للاهتمام. طبعا تجربة جديدة، وهو طبعا يعني يمكن على المستوى التدريب لسه ما عندوش خبرات كبيرة، ولكن هو كلاعب على أعلى مستوى كومباني من اللعيبة الدولية البلجيكية، وعلى مستوى البريمير ليج كان لاعب في المان سيتي. طيب كمان زي ما بقول لحضراتكم الانتقالات يعني مشتعله جدا انتقالات اللاعبين، والنهارده تشيلسي يمكن بيسعى لضم اثنين مهاجمين بارزين جدا جدا على مستوى عثمان ديمبلي ورحيم ستيرلينج. يمكن جاء طبعا بعض التقارير خاصه صحيفه ديل ميري البرت الانجليزيه بيقول ان يذكر طبعا المدير الفني لتشيلسي توماس توخيل كان قد تعاون بشكل جيد مع ديمبلي لما كانوا الاثنين في نادي بروسيا دورتموند الالماني. قالت الصحيفه ان كمان ديمبلي الفائز مع منتخب فرنسا ببطوله كاس العالم سيكون في مقدوره يعني الانضمام الى تشيلسي في صفقه انتقال حر زي ما حضراتكم عارفين لانتهاء عقده مع نادي برشلونه. في المقابل بيرتبط لسه ستيرلينج مع طبعا بطل الدوري الانجليزي المان سيتي بعقد ينتهي في 2023. يمكن تردد ان صفقه انتقاله الى تشيلسي هتتكلف 60 مليون جنيه استرليني. طبعا حضراتكم عارفين ان طبعا تشيلسي في حاجه كبيره جدا لتعزيز خط طبعا هجومه بشكل كبير جدا. حضراتكم عارفين رحيل لوكاكو والعوده الى الانتر مره اخرى، اقتراب كمان زي ما قلنا لحضراتكم جيزوس من الانتقال يعني خارج صفوف المان سيتي. وبالتالي في تقارير الاخيره يعني بتقول ان الرئيس الجديد لتشيلسي يعني عايز يعمل محادثات ويعمل يمكن مع وكلاء اللعيبه في العالم كله، وكمان على سبيل المثال بيتكلم مع يعني وكيل كريستيانو رونالدو. هل نشوف كريستيانو رونالدو كمان في تشيلسي؟ زي ما بقول لحضراتكم انتقالات محدش لسه عارف كل الموضوع رايح فين، لكن كل الانديه بتحاول خاصه البريمير ليج بيحاولوا بقدر الامكان تنظيم الصفوف بشكل اكتر من رائع، خاصه التوب 5 يعني الناس اللي هتلعب كمان على مستوى دوري الابطال بيحاولوا بقدر الامكان تعزيز صفوفهم بشكل كبير. المان سيتي بنتكلم على كمان ليفربول يعني صفقات اكتر من رائعه، وما زالت ولسه المسلسل مستمر. طيب نروح لرئيس الويفا اللي لا يخشى او بيقول خلاص لا يخشى عوده الدوري او السوبر الاوروبي. كشف طبعا الكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الاوروبي لكره القدم انه مش خايف من امكانيه اتخاذ
إجراءات قانونية من شأنه إعادة إحياء بطولة دوري السوبر الأوروبي، طبعا يعني المنشقة عن مسابقات الاتحاد القاري، واللي سبق وإن دعا إليها الويفا، يعني دعا إليها 10 أندية من الصفوة في الفترة اللي فاتت من القارة العجوز. جيفرين كمان قال إنه كان قرار المحكمة إنه لن يغير شيء، المشروع ميت لأن لا أحد يريد المشاركة. وطبعا يواصل عملاق الكرة الأسبانية ريال مدريد وبرشلونة وكذلك يوفنتوس الإيطالي السعي طبعا للانفصال عن بطولة الويفا، لكن الأندية التسعة المتمردة الأخرى بما فيها طبعا مانشستر يونايتد، ليفربول على مستوى البريمير ليج، رضخت لتهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإمكانية فرض عقوبات صارمة على الفرق المشاركة بدوري السوبر. كمان زي ما بقول حضراتكم تقرر نقل كمان قضية إقالة الدوري السوبر إلى محكمة العدل الأوروبية، إن من المتوقع أن تنظر فيها خلال الشهر القادم. يعني زي ما بقول لحضراتكم هي بطولة السوبر، يعني كانت بطولة الويفا كان شرحها وكان فيها عدد كبير من الأندية من التوب، الأندية الكبيرة كانت رافضينها بشكل كبير جدا، وزي ما بقول لحضراتكم هو يعني كمان مجهود كبير جدا على اللعيبة. الأندية الكبيرة أكيد عايزة طبعا من خلال العائد المادي عايزة تكسب فلوس، لكن يعني زي ما بقول لحضراتكم هو في اعتقاد الشخصي يعني دوري فاشل، لأن يعني الموضوع مش مستاهل، يعني اللعيبة بتلعب أكتر من 50 أو 60 مباراة في السنة على مستوى عالي جدا، وبالتالي إضافة كمان بطولة جديدة أعتقد مش هتكون في المتناول، وأعتقد أنها يعني فكرة فاشلة. طيب نروح كمان دلوقتي نشوف أخبار الصحف العالمية قالت إيه في المحترف، لكن نروح للفاصل عشان نرجع مع أخبار الصحف العالمية والعناوين الكثيرة على مجال كرة القدم في أوروبا، الانتقالات الشتوية، المدربين، أخبار كثيرة جدا جدا بعد الفاصل.